السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح أحكي عن آخر موضوع في تشابتر 2. الموضوع صراحة جدا جدا مهم، لأنه راح ينبني عليه التشابتر الجاي وتشابتر 3، وراح يحتاجه كثير في سيركت 1 أو في سيركت 2. طيب هلا إحنا بنتذكر إنه إيش عملنا. أخذنا الإليمنت وقسمناه إلى قسمين. إيش هما؟ عندنا تو تايب أوف إليمنت، إما حيكون باسيف إليمنت أو إيش؟ هيكون عندنا اللي هو active element. طيب حكينا ال passive element هو ال absorbed element أو اللي بيستهلك باور. عندنا إيش أخذنا؟ اللي حكينا اللي هو الريزيستر اللي هو العنصر الوحيد. طيب بالنسبة ل active element شو حكينا؟ إيش هما؟ عندنا اللي هو two type of active element اللي هم بيعطوني باور. إيش هما؟ إنه عندي ال voltage source أو الكرنت سورس. تمام؟ طبعا الفولتج بينقسم لا ديبندنت وإنديبندنت، ونفس الإشي هذا لا ديبندنت وإنديبندنت. طيب هلا أنا صار في عندي المكونات الأساسية اللي بقدر أعمل فيها أي سيركت. تمام؟ طيب هلا انا بما اني صرت قادر اني ابني سيركت، فبالتالي لازم انا برضو اكون قادر اني اعرف احلل اي سيركت بشوفها. طيب هلا راح استخدم هاي الاليمنت لحتى اعمل اي سيركت انا بدي اياها. طيب هلا نيجي على تحليل الايش السيركت يلي فيها هاي الاليمنت، سواء فولتج سورس او كرنت سورس بانواعهم او ريزيستر. هلا صراحه في عندنا قانون جدا جدا مهم في تحليل الدوائر الكهربائيه، اللي هو قوانين العالم كيرتشوف. طيب كيرتشوف، نيجي على موضوع اللي هو كيرتشوف لو عندنا قانونين أساسيين في تحليل الدوائر الكهربائية للعالم كيرتشوف، اللي هم ايش هم؟ القانون الأول اللي هو كيرتشوف كرنت لو، وعندنا ثاني قانون لإله اللي هو كيرشوف فولتج لو. طيب هلا هذا القانون اللي هو القانون الأول كيرشوف كرنت لو بنختصره KCL. كيف وصلنا هذا الاختصار؟ إنه أول حرف من كل كلمة اللي هو كي و C و L، وهو نفس الشيء K V L، فبالتالي الاختصار حيكون K V L. تمام؟ طيب إذا كيرشوف كرنت لو وكيرشوف فولتج لو، هلا نيجي هون نيجي على كيرشوف كرنت لو. شو بحكي قانون كيرشوف كرنت لو؟ طيب بحكي لك إنه أنا عندي مجموع الكرنت الداخل لا نقطة معينة يساوي مجموع التيار الخارج من هاي النقطة. يعني نفترض أنه عندي هاي النقطة داخل عليها هيك، أنا داخل هون كرنت I وطالع من هاي الكرنت I واحد وطالع برضه كرنت I اثنين. فI شو تساوي؟ اللي هي حكينا مجموع الكرنت الداخل يساوي مجموع الكرنت الخارج، إذا I ون زائد I تو. طيب لو جبت أنا كمان إيش؟ طبعا هاي I آسف. طيب لو أنا جبت كمان وير هون وخليت فيه إيش؟ input current، فإيش حيصير؟ اللي هو نسميه اي نود، فبصير اي نود زائد اي اللي هي هاي زائد هاي يساوي هاي، لانه مجموع الكرنت الداخل يساوي مجموع الكرنت الخارج. طيب هسا نيجي نفهم هذا الاشي عمليا. يعني لو نعبر عن هذا الحكي بخزان مي عندي، افترض انه انا عندي خزان مي هون وفي ماسوره طالعه زي هيك، وانا ايش عملت؟ فرعت الماسورة نفسها فرعين. تمام؟ هلا هون بعدها راح ايش اسوي؟ راح اجي اجمعهم هون. طيب هلا الكرنت الداخل وين؟ حيجي في عندي اللي هو تيار الماي، حيمشي زي هيك، حيجي ايش يتفرع هون وايش وين يتفرع هون. اذا ايش حيجي هون وايش حيجي هون. طيب هلا الكرنت هذا اللي هون اللي هو اي بدي افرض، وهي اي 1 وهي اي 2، حيرجع برضه ايش يصير فيه؟ يتجمع هون. اذا الكرنت هون بغض النظر عن اللي هون هو عباره هون عن اي 1 زائد اي 2،
اللي هو الكرنت الخارج يساوي مجموع الكرنتين الداخلين اللي هم اي 1 اي 2 بالنسبه لهذا الشيء. اذا بالنسبه لهون الكرنت الداخل ايش هم؟ اي 2 اي 1. بس هون الكرنت الداخل ايش بالنسبه لهذه المنطقه؟ اللي هو اي 1 اللي هو الاي العادي الاي، والخارج اللي هو اي 1 اي 2. تمام، هاي هي فكره كيرشوف كرنت لو. طيب كيرشوف فولتج لو، هلا ايش فكره كيرشوف فولتج لو؟ حكى لك هلا مش انت مثلا لو افترض انه عندك واير زي هيك، وافترض انه عندك فولتج سورس هون مثلا زي هيك. طبعا هو غلط انه نعمل زي هيك، هاي التوصيل لانه بصير لي شورت. تمام، بس للتوضيح فكره. هلا الفولتج هون والفولتج هون والفولتج هون، الفولتج على اي نقطه هو متساوي. فحكى لك انه الفولتج على مسار مغلق في الدائره يساوي صفر. يعني اللي حكى لك انه مجموع الفولتج في مسار مغلق يساوي صفر. طيب نيجي بس نحكي شو يعني او شو قصدنا في اللي هو المسار المغلق. نيجي لموضوع فرعي شوي، موضوع جدا مهم برضو راح نحتاجه في تشابتر 3 كمان، اللي هو موضوع اللوب. ايش هي اللوب؟ اللي هو عبارة عن باث او احنا بنحكي له مسار مغلق من السيركت. طيب لو افترضنا كمثال انه انا عندي هاي السيركت، هاي كم لوب فيها؟ باجي بحكي لو ابدا في النقطة مثلا هون، لو ابدا في النقطة هاي تمام وامشي امشي امشي لحد ما ارجع لوين؟ لحد ما ارجع لعند هاي النقطة. اذا كم لوب عندي؟ لوب واحد. تمام؟ طيب نيجي ناخذ مثال ثاني. لو افترضنا انه انا عندي فولتج سورس هون، وعندي ريزيستر هون، وبرضه فولتج سورس هون، وعندي هون ريزيستر، وهون نفرض انه عندي كمان ريزيستر. هون كم لوب عندي؟ بجي بحكي لك كمثال ابدالي من عند هاي النقطة. اذا هاي اول طريق ممكن نسلكها نسلكها. اذا هاي اول لوب. طيب هنا ثاني طريق ممكن نسلكها اللي هي هيك. اذا هاي ثاني لوب. وبرضه في كمان لوب خارجي اللي هو ايش؟ لوب رقم 3 اللي هو وين؟ اللي هو اللوب هذا كامل هيك بغض النظر عن هذا. اذا هذا ايش؟ لوب رقم 3. اذا كم لوب هون؟ يعني 3 لوب. طيب اذا حكينا كيرشوف، نرجع كيرشوف، حكينا انه مجموع الفولتج هون ايش يساوي؟ يساوي صفر. تمام، في مسار مغلق. طيب هلا عشان نوضح الفكره نيجي ناخذ مثال على كل موضوع من هاي وهاي وايش ونشوف كيف عمليا حيكون. طيب نيجي ناخذ مثال. طيب اللي هو عندنا هاي السيركت بلس ماينس، عندنا هون ريزيستر، عندنا هون ريزيستر، هون مقداره 20 فولت هذا الفولت السورس، عندي 2 اوم هون وعندي 3 اوم هون، ومعطيني هو بولاريتي من عنده ماينس بلس، ومسمي لي هاي بي 2 وهاي بلس ماينس، وهاي مسمي ليها بي 1، هو معطيني اتجاه الكرنت هيك اي. تمام، شو بحكي لي؟ بحكي لي فاين في 1 في 1 اند في 2 اند ايش الكرنت. طيب هلا هون لما اشوف سيركت هلا بجي بفكر مباشره كم لوب عندي؟ لوب واحده، اذا ما في عندي تفرع للكرنت، فبالتالي راح انسى فكره استخدم الكي سي ال. اذا عندي حالتين، يا اما كي في ال راح استخدم لحد الان، يا كي في ال يا كي سي ال. فعندي تفرع؟ ما في عندي تفرع، اذا مش راح الجا مش راح الجا لكي سي ال ابدا. نيجي على موضوع ال KVL، شو فكرته؟ حكينا لو افترضنا انه راح ابلش من هاي النقطة، بدي امشي في السيركت وارجع لعند هاي النقطة، هاي النقطة فرق الجهد تبعها شو يساوي؟ يساوي صفر. ليش؟ لأنه يعني لو افترض انه عندي 5 فولت عند هاي النقطة كمثال انا بحكي، لو افترضنا 5 فولت بغض النظر عن المثال، ف 5 ناقص 5 اللي هو فرق الجهد يساوي كم؟ يساوي صفر. طيب ننسى هذا الحكي. لو بلشنا من هاي النقطة ونجي نمشي، هلا ايش انا بستخدم كي في ال، فبالتالي باجي بشوف الكرنت كيف بيمشي، بيمشي زي هيك. اذا راح احط صفر يعني راح امشي ابدا من هاي النقطة واجي، اللي راح اجي في 1
احطها زي ما هي. طيب هسه بلاحظ هون انه الكران داخل وين؟ في الموجب، فبالتالي راح يكون موجب. تمام، عندي هون ايش؟ ماينس، فبالتالي ايش حيكون؟ ماينس في 2. وراح ايش راح اجي احط بعدين؟ راح اجي اوصل هون حتكون هاي ايش؟ في الماينس. اذا ماينس 20 فولت. هاي هي الايكويشن تبعت الكي في ال بشكل عام. هلا باجي شو باجي بعمل؟ بشوف في 1 وفي 2 بالسيركت شو تساوي. هلا باجي على جنب هون بحكي له في 1، في 1 كم تساوي؟ اللي هو انا بعرف حسب قانون اوم الفولت ايش شو يساوي؟ اي في ار. طيب الفولتج هون كم؟ اللي هي الكرنت اللي انا ما بعرفه، في الريزستر اللي هي 2 اوم، ف في 1 شو تساوي؟ 2 اي. طيب نيجي على ايش؟ ال في 2، ال في 2 شو تساوي؟ هلا باجي هون الكرنت وين داخل؟ في الماينس، اذا رح تكون ماينس الفولتج. طيب ماينس اي في ار كم الاي؟ اللي هو مجهول عندي، في الار كم؟ اللي هي 3 اوم، فبتصير في 2 تساوي ماينس 3 اي. وهي هاي وهي. هلا برجع بمسك هدول شو بسوي فيهم؟ باخذهم هون بعوض هاي هون وبعوض هاي هون، فبتصير 0 وتساوي 2 اي ناقص. هلا نيجي هون ناقص الناقص بصير موجب، موجب 3 اي ناقص 20. هلا ما نقولها على الجهة الثانية، بصير 20 وتساوي 5 اي. الكرنت كم يساوي؟ اللي هو 4 امبير. تمام. طيب هلا اذا انا بدي اطلع الفولتج في 1 مباشر بعوض هون وهون، في 1 كم تساوي؟ في 1 اللي هي 2 في 2 4، وفي 2 اللي هي اسف اللي هي هاي 2 في 4 8 فولت، وفي 2 كم تساوي؟ هاي في 2 صح؟ اللي هي ماينس 3 في الكرنت، وين الكرنت؟ اللي هو طلعته 4 12 ماينس 12 فولت. تمام؟ هيك يكون السؤال انتهى. طبعا هذا السؤال مأخوذ من كتاب ساديكو. طيب نيجي ناخذ مثال ثاني. طيب اكزامبل، عندي سيركت زي هيك، هي هون بلس وهون ماينس، وهون عندي ريزيستر وعندي هون ريزيستر وبرضه عندي هون ريزيستر وعندي هون فولتج سورس. طيب هذا 6 فولت، وهون عندي 4 اوم، وهون عندي 2 اوم، وهون عندي 8 اوم، وهون عندي 10 فولت. طيب وهو معطيني البولاريتي على كل ريزيستر بلس ماينس، وهي بسمي لي اياها في 3، وهون بلس ماينس بسمي لي اياها في 1، وهون بلس ماينس اللي هي في 2. طيب وهو معطيني برضه اتجاهات الكرنت، هاي اي 1 وهون اي 2 وهون اي 3. تمام، او هو اسف عشان قيد في السؤال اي 3 اي 2. طيب هذا السؤال طبعا مأخوذ من كتاب صديقه. طيب نيجي نحل هذا السؤال. هلا بادي ايش الطرق اللي عندي؟ يا اما كي في ال يا اما كي سي ال. طيب في عندي تفرع؟ في عندي تفرع، اذا حستخدم هاي الطريقة حستخدم كي في ال، ممكن استخدمه او هون لازم استخدمه. هلا بنيجي نحكي ليش. طيب نرجع على كي سي ال. هلا حكينا وين نقطة التفرع عندي؟ هيها، هاي هي نقطة التفرع عندي، فبالتالي مجموع الكرنت الداخل يساوي مجموع الكرنت الخارج. إذا كم كرنت داخل؟ لو كرنت واحد اللي هو I1 يساوي اللي هو I2 اللي هو الخارج بلس I3. إذا هاي هاي equation تبعت إيش؟ الـ KCL. طيب هلا شو بدي أسوي؟ هلا بدي ألجأ للـ KVL. تمام، ليش؟ عشان انا اطلع اللي هو مقدار اللي هو اخلي هلا مش هو القانون اوم الفولت يساوي اي في ار. هلا انا بالكي في ار شو حسوي؟ هلا راح اجمع الفولتيات كلها. تمام، فبالتالي راح اخلي انا ما اقدر اخلي الكي في ار في دلاله الكرنت واعوض هون، فبالتالي راح يسهل علي امور كثير. فنيجي نشوف شو حنسوي. لو بنفرض انه هاي مثلا لوب 1
وهاي لوب 2. طبعا هون كم لوب عندنا؟ هاي اول لوب، هاي الثانيه، وهاي هاي ايش الثالثه. طيب ات لوب 1 طيب ات لوب 1 باجي بسوي انه 0 تساوي بالنسبه مثلا من هاي النقطه، باجي بمشي ماينس 10 زائد في 1. طيب هلا زائد في 1 هسه مثلا انا اصير احط في 1 هذا مباشره، احط الكرنت اللي هو اللي عندي هون ماشي هون، او لا خلينا نيجي نحطها هون عشان نفهم. في 1 باجي هون زائد اللي هي في 2. طيب هي خلصنا لوب 1، نرجع لوب 2. ات لوب 2 طيب لوب 2 باجي اللي 0 تساوي، لو تبلش انا مثلا من عند هاي النقطة اللي هي هون عندنا في 3 ماينس 6 ماينس ايش اللي هي في 2. ليش؟ لانه الكرنت او اللوب انا اتجاه اللوب تبعي، هاي نقطة مهمة، اللوب تبعي كيف ماشي؟ هي هيك، فبالتالي هاي ايش؟ بالماينس داخل. تمام؟ طيب اذا هاي هاي تبعت الكي في ال، وهاي كي في ال. طيب هلا انا هون بدي اجي اشوف في 1 شو تساوي، في 2 شو تساوي، وفي 3 شو تساوي، واحطهم في دلالة الكرنت عشان يصير عندي ايش؟ معادلتين حذف وتعويض. تمام؟ بصير اعوض هاي في المعادلات اللي راح تطلع معي، بصير اموري تمام، بقدر اطلع اي 1 واي 2 واي 3. طيب هلا هون في 1 كم تساوي؟ باجي هون ايش الكرنت اللي مار؟ بنسى اللوب اللي حطيته انا، باجي هون ايش الكرنت اللي مار؟ اي 1. اذا في 1 شو تساوي؟ اللي هي 2 اي 1. طيب في 2 شو تساوي؟ هاي في 2 صح؟ الكرنت اللي مار فيها اللي هو ايش؟ اي 2 اللي 8 اي 2. برجع معوض بتصير 0 او بدنا نقول 10 هناك، 10 وتساوي اللي هي في 1 2 ام 2 اي 1 زائد 8 اي 2. اوكي برجع هاي في 3 كم تساوي؟ هاي في 3 اللي هي ايش؟ تساوي اللي هي 4 في اي 3، 4 اي 3 وفي 2 هيها. طيب باجي معوض هسه بدنا نقول 6 هناك، بصير 6 وتساوي في 3 4 اي 3 ناقص في 2، في 2 وينها؟ هيها ناقص 8 اي 2. وهي هاي الايكويشن عندنا، هاي الايكويشن. طيب هلا شو بدي اعمل هون؟ بدي اجي هلا انا معي هاي دلالة اي 3 واي 2 وهي دلالة اي 1 واي 2. هلا انا هون بلاحظ انه هون لو انا اعوض محل هاي هذا الحكي اللي هي اي 2 زائد اي 3 شو حيعطيني؟ حتصير هاي بدلالة اي 2 واي 3 بس، وهي معي باي 2 واي 3، بالتالي بقدر اعمل حذف وتعويض. خلينا نيجي نشوف. طيب هلا هون هي هاي هلا بدي اعوض مكان اي 1 اللي هي اي 1 شو تساوي؟ اي 1 تساوي اي 2 بلس اي 3. طيب برجع اعوض فبتصير اللي هي 10 وتساوي 10 وتساوي هلا باجي 2 اي 2 زائد 2 اي 3 زائد اللي هي ايش؟ 8 اي 2. اذا 2 اي 2 هيها 2 في اي 3 هاي، فبتصير 10 وتساوي 2 اي 2 اسف 2 اي 3 زائد 10 اي 2. وهي هاي المعادلة الايش اسي. طيب باجي هاي بلاحظ انه هاي بدلالة اي 3 واي 2، هاي اي 3 واي 2، فايش باجي بحمل؟ باجي بحط 10 وتساوي 2 اي 3 2 اي 3 زائد 10 اي 2، وبحط هاي تحتيها 6 وتساوي 4 اي 3 ناقص 8 اي 2. هاي 10 مش اي، 10 اي 2. طيب هلا لو انا اضرب هون في ماينس 2 شو حيصير؟ هاي ما حي راح تروح، اذا هاي ايش اضربها في ماينس 2 فبتصير كم؟ ماينس 20 وتساوي ماينس 4 اي 3 هون كم؟ ماينس 20 اي 2. تمام؟ باجي بجمعهم بصير ماينس 14 وتساوي هاي ما حي راح تروح، هاي ماينس 28 اي 2. هلا بقسم على ماينس 28 تعطيني كم؟ اللي هي 0.5 نص امبير. طيب هلا بس اعوض ال 0.5 هون، باجي هون هاي 6 وتساوي 4 اي 3 ناقص 8 في اي 2 اللي هي ايش؟
ضرب 0.5 تطلع هاي 4، فبصير 10 وتساوي 4 اي 3 تمام، فتطلع اي 3 تساوي كم؟ 2.5 امبير تمام. طيب هلا باجي بعوض هاي معي، معي هاي ومعي اي 2 اي 3 بعوضها وين؟ هون يعني بطلع اي 1 عشان اطلع اي 1، اي 1 تساوي اللي هي 0.5 زائد 2.5 تعطيني كم؟ 3 امبير. طيب للتنويه الكتاب سأديكم للاسف غلطان في نقطه معينه صغيره اللي هي ايش؟ نشوف هون الكتاب انه اي 1 شو طلع معه؟ 3 امبير. هلا لو نجي ونجمعهم هاي 0.5 اي 2 واي 3 1.25، فلو اجمعهم مستحيل يعطيني 3 حسب ما هو اصلا حاط اشارات الاتجاهات الكرنت، فبالتالي هاي 2.5 مش 1.25 تمام؟ ويعطيكم العافيه.